الساعة 9 صباحا ميعاد موجز الأخبار. نروح لاستوديو الأخبار والزميل حساني بشير ومترجم لغة الإشارة الزميل رأفت حلمي. صباح الخير يا حساني. صباح الخير فاطمة. صباح الخير محمد جوهر. أهلا بكم معنا وأهلا بالسادة المشاهدين. هذا هو موجز أخبار 9 صباحا من التلفزيون المصري. أكد رئيس عبد الفتاح السيسي دعم مصر الكامل للمسار السياسي لتسوية الأزمة الليبية في كافة المحافل الثنائية والإقليمية والدولية. وخلال اتصال هاتفي مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنيفي، شدد الرئيس السيسي على الحرص على تعزيز التنسيق الوثيق مع الجانب الليبي خلال الفترة الحالية لضمان توحيد المؤسسات الليبية وصولا إلى عقد الانتخابات الوطنية في موعدها المحدد في 24 من ديسمبر من العام الحالي بناء على القوانين التي أقرها البرلمان الليبي. كما أكد رئيس السيسي دعم مصر الكامل لجهود سحب المقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا. هذا وقد أعرب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عن خالص التقدير للجهود المصرية الحثيثة والمساندة الصادقة لليبيا منذ اندلاع الأزمة بها وحتى الآن، خاصة عن طريق المساهمة في استعادة المؤسسات الوطنية وتوحيد الجيش الوطني الليبي. شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على مبدأ المسؤولية العربية المشتركة في مجابهة التحديات التي تواجه المنطقة، خاصة ظاهرة الإرهاب والفكر المتطرف. جاء هذا خلال كلمة وجهها الرئيس عبر فيديو كونفرنس لرؤساء أجهزة المنتدى العربي الاستخباري في إطار الاجتماع الاستثنائي للمنتدى الذي يعقد بالقاهرة. أكد الرئيس السيسي ضرورة انتهاج مقاربات شاملة خلال التعامل مع الأزمات الإقليمية من خلال التركيز على إنهاء التدخلات الأجنبية في شؤون المنطقة العربية واحترام قرار وإرادة الشعوب وسيادة الدول الوطنية ومؤسساتها، بما من شأنه إنهاء استغلال التنظيمات الإرهابية والتكفيرية لهذه الأزمات وتداعياتها. كما شدد الرئيس على أن مصر لم ولن تألو أي جهد في مساعدة أشقائها على الوصول ببلادهم إلى بر الأمان. جددت مصر والولايات المتحدة تأكيدهما على أهمية تعميق التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات المختلفة بما في ذلك الشؤون الاقتصادية والتجارية والتعليم والعدالة وإنفاذ القانون والدفاع والأمن. جاء هذا في البيان المشترك للحوار الاستراتيجي بين البلدين الذي ترأسه وزير خارجية سامح شكري ووزير خارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بواشنطن، حيث شدد الجانبان على التزامهما الراسخ تجاه الأمن القومي لكلا البلدين والاستقرار في الشرق الأوسط. كما جددت الولايات المتحدة دعمها للأمن المائي لمصر وأكدت ضرورة استئناف المفاوضات للتوصل لاتفاق بشأن سد النهضة برعاية رئيس الاتحاد الأفريقي. وفي شأن ليبيا أكد البيان أهمية إجراء انتخابات في ليبيا في 24 من ديسمبر المقبل ودعم جهود إخراج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية. عقد وزير الخارجية سامح شكري اجتماعا مع عدد من ممثلي المنظمات اليهودية الأمريكية خلال زيارته الحالية إلى واشنطن. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أن اللقاء تناول عمق العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة ورؤية مصر تجاه أبرز قضايا المنطقة، بالإضافة إلى التحرك من مصر الدؤوب لإحياء مسار السلام سعيا نحو تحقيق السلام الشامل ودعم ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة. كما التقى وزير خارجية سامح شكري مع ممثلي الغرفة التجارية الأمريكية، حيث تناول اللقاء العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والولايات المتحدة وسبل زيادة الاستثمارات وحجم التبادل التجاري بين البلدين. أعلنت وزارة الصحة تسجيل 921 إصابة جديدة بفيروس كورونا و56 حالة وفاة، وأشارت إلى خروج 619 متعافيا من الفيروس من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 284,366 حالة. استقبل الرئيس السوري بشار الأسد وزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان في دمشق. وقد أفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية سانا أن اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز التعاون في المجالات محل الاهتمام المشترك. كما استعرض جهود استكشاف آفاق جديدة للتعاون المشترك، خاصة في القطاعات الحيوية لتعزيز الشراكات الاستثمارية بها.
وإلى السودان، حيث أكد القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول عبد الفتاح البرهان حرصه على حماية الانتقال وإنجاح التحول الديمقراطي وإجراء الانتخابات وصولا إلى حكومة مدنية منتخبة. جاء ذلك خلال لقاء البرهان مع سفراء الدول التركية والنرويج وبريطانيا والولايات المتحدة، الذين أكدوا أهمية الحوار مع القوى السياسية والإسراع بتشكيل مجلسي السيادة والوزراء من كفاءات وطنية مستقلة وإكمال هياكل السلطة الانتقالية. كما التقى البرهان رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتس، وأكد الطرفان أهمية استمرار الحوار مع مختلف القوى السياسية. نهاية موجز الأخبار، شكرا لكم وإلى ملتقى.